الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها الحكومة اليمنية تشن هجوما في محافظة أبين. هاد يأمر قواته بالجهوزية القصوى، المجلس الانتقالي يعزز قواته في زنجبار. فهل تحركت حكومة هادي بضوء أخضر سعودي؟ وكيف سترد الإمارات الدعم الرئيسي للمجلس الانتقالي السلطات تلاحق المتورطين باستهداف متظاهري البصرة. الأمن يعتقل 4 من منظمة ثأر الله، والمتظاهرون يؤكدون مواصلة حراكهم. فكيف كان أداء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أول اختبار ميداني له؟ وفي موضوعنا المغاربي، السلطات التونسية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، والحكومة تستعد لتخفيف الإجراءات. وفي جولتنا في وسائل التواصل، استياء وغضب على متن رحلة جوية تقل لبنانيين من لندن إلى بيروت، فما القصة؟ تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة يوم أمس. وفي تغريدة له على تويتر، شكر الكاظمي القضاء والأجهزة الأمنية لسرعة استجابتها لتوجيهاته، مضيفا أن سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 4 عناصر من منظمة ثار الله المقربة من إيران بعد اقتحام مقر لها في البصرة. هذا ويسود هدوء حذر محافظة البصرة بعد ليلة احتجاجات قتل خلالها متظاهران وأصيب 5 آخرون. هدوء حذر في ساحات البصرة بعد حراك رافض للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. حراك تجددت فيه المطالب بالتغيير والدعوة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية، إصلاحات لا يملك الكاظمي القدرة على تنفيذها بحسب متظاهرين. اعتصام ماكو، ثورة، تظاهرات عندنا، فلش اعتصام نسوي شلون يعني 2018 رجعها نفس 2018. الشهداء 2، الإصابات تقريبا إلى الآن لم نعرف إنه 5 أو 6 نفرات تقريبا. طبعا هنا احب اشير الى انه دور القوات الامنيه للاسف كان بالضد وبشكل سلبي من عندنا، انه للاسف ما تدخلوا بحمايه المتظاهرين وما تدخلوا ايضا الاسعاف، ما تدخل باسعاف المتظاهرين. خطه جديده يحاول المتظاهرون اتباعها للحد من عمليات القتل والاستهداف التي تطالهم في احتجاجاتهم. يتعرض المشاركون في الاحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير التشكيلة الحكومية لممارسات قمعية من السلطات التي تواجه بدورها تحديات صعبة. بعد يوم واحد من تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء، هكذا تبدو ساحات التظاهر في البصرة بعد ليلة دامية سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إثر تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الأمنية وأحزاب السلطة من جهة أخرى. وأدت المواجهات بين المتظاهرين وعناصر من حماية مقر حركة ثأر الله إلى زيادة حدة الأوضاع الأمنية. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، داهمت قوة حكومية مشتركة حركة ثأر الله واعتقلت عددا من الحمايات الموجودة في المقر للتحقيق في أحداث إطلاق النار، واعدة بالكشف عن الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة. مازن طيار، العربي، البصرة. إلى اليمن، هناك معارك جديدة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الرئيس هادي في مدينتي أبين وعدن. تطبع هذه المرة أوامر رئاسية بجهوزية قصوى للجيش اليمني والتأهب لأوامر جديدة ضمن عملية الفجر الجديد. يهبون لاستعادتها. عدن عاصمة اليمن المؤقتة، وقد شقت بها دولة الإمارات عصا الوحدة اليمنية قبل عام، وتحاول الآن توسيع رقعة التقسيم عبر من أبقتهم خلفها.
قوات الجيش اليمني تعزز وجودها على مداخل المدينة في عملية الفجر الجديد لإخراج قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات منها ووضعها من جديد تحت عباءة الشرعية المخلوعة عنها، خصوصا بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية وتقدمه نحو مناطق محررة جنوبا. السيطرة على منطقة الشيخ سالم على المدخل الشرقي لمدينة زنجبار عاصمة أبيان المجاورة مفتاح الجيش اليمني لردع المجلس الانتقالي هناك، بالوصول إليها لا يكون بينها وبين عدن إلا بضع كيلومترات تدعمها بتكثيف النيران وتمشيط المناطق المحاذية وتأمين كل موقع جرت السيطرة عليه. تتكئ قوات الجيش زيادة عن عتادها على حشود من شبوة وحضرموت في الجوار العدني يرفضون الوجود الانتقالي في المنطقة، فسكان الأطراف الشرقية لعدن ينتمون إلى أبين وينتظرون منذ زمن فرصة إخراج المجلس الانتقالي من المحافظة. منذ 30 عاما مضت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يرى في تقدم الجيش اليمني استكمالا لظلم الحكومة المركزية الجنوب وخرق اتفاق الرياض، ويتهم قوات حزب الإصلاح بالتحريض ضد المجلس محاولا حشد المزيد من المقاتلين في صفوف الانتقالي. قد لا تجدي الاتهامات هذه المرة، فالضوء الأخضر المبرق إلى حكومة هذه ومنه إلى الجيش اليمني بالتحول إلى الجاهزية القتالية القصوى في سيئون وعتق وأبين ليس مجرد فسحة بين تضاريس الجنوب، بل قرار ضمني لإنهاء السيطرة الإماراتية عليه بعد تحولها إلى خصم وقد جاءت في ثوب معين. فإن كانت خرجت قبل أشهر فقد أبقت من يحرس مشاريعها في السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في أبين والساحل الجنوبي الشرقي المطل على سقطرة جوهرتها المغتنمة من مشاركتها في قوة التحالف. بقاء الجنوب بعيدا عن سيطرة هادي لا يمنحه كثيرا من الشرعية، وهو المنهك من معارك في الشمال مع جماعة الحوثي، فلا هو يربح معاركه معها ولا معينوه يخلصون له في الحرب ضدها. الآن من اسطنبول ينضم إلينا ياسين التميمي المتحدث باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون في اليمن. سيد ياسين مرحبا بك، مساء الخير. ما الذي تقرأه في بين سطور هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليمنية بقرارها القيام بعملية عسكرية هذه المرة وتحرك فعليا ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوب؟ تحية لك، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين. هذه الخطوة التي رأيناها اليوم هي يعني ليست مفاجئة، هناك وضع متوتر في محافظة أبين، لكن أعتقد أن المحرك الأساس لما جرى في أبين اليوم هو التطورات التي تشهدها عدن. في الواقع انقلاب 10 أغسطس كان وفق الاتفاق الرياض قد أبقى على مسؤولية السلطة الشرعية لإدارة المرافق السيادية والموارد السيادية، لكن الخطوة الأخيرة للمجلس الانتقالي وما يسمى بالإدارة الذاتية للجنوب هذا قوض السلطة الشرعية بشكل كامل، لكن لم يقوض السلطة الشرعية فقط وإنما قوض المشروعية تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري على الساحة اليمنية. عندما تفقد السلطة الشرعية وجودها في ثاني أهم عاصمة لها في وهي عدن، فهذا يعني أن الهدف الأساسي من وجود القوات السعودية ومن هذه السيطرة المطلقة التي تمارسها القوات السعودية على كل الشؤون اليمنية لا معنى لها طالما والسلطة الشرعية بعيدة عن الساحة اليمنية. لهذا أنا لكن أنا لدي مخاوف في حقيقة الأمر من أن تكون هذه الخطوة هي خطوة يعني خطوة إلى المجهول، بمعنى أن هناك ربما ترتيب من جانب السعودية والإمارات للتخلص من استحقاقات اتفاق الرياض على سبيل المثال، وهذا الأمر ستحسمه مواجهة ميدانية بين الطرفين، ومن ثم تتدخل السعودية للبحث عن ترتيبة جديدة من شأنها أن تبقي الانتقالي هذه المرة ليس طرفا سياسيا وإنما حاكما للعاصمة المؤقتة. مفهوم. أنت وضعت أصبعك على جرح حينما تحدثت عن الأطراف الأخرى طبعا التي ليست مشاركة مباشرة فيما يحصل في الجنوب ولكنها كأطراف إقليمية مشاركة بشكل كبير، السعودية واليمن. هل تحرك الحكومة الآن ضد قوات الانتقالي جاء بضوء أخضر وموافقة تامة من قبل السعودية؟ وإن كان ذلك الأمر فعلا كذلك، ما موقف الإمارات في الطرف الآخر وهي الداعم للانتقال الجنوب؟
لا شك أنه التحرك العسكري للجيش الوطني التابع للشرعية هو بضوء أخضر سعودي، والإمارات ردها واضح عندما خرج الرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بخطاب يدعو فيه الجنوبيين إلى القتال إلى جانب قواته في محافظة أبيان، فهذا إشارة من أبو ظبي بأن الخيار المتاح اليوم هو المواجهة على الساحة الجنوبية، وهذا يعكس بصورة أو بأخرى تباين في وجهة النظر بين السعودية وأبو ظبي. لكن أنا سبق وأن قلت ربما يكون هذا جزء من ترتيب الهدف يهدف إلى التخلص من استحقاقات اتفاق الرياض الذي يظهر السعودية عاجزة تماما عن تنفيذ هذا الاتفاق الذي ترعاه والذي صممته. السعودية والإمارات تحاولان التخلص من استحقاقات اتفاق الرياض، والسعودية هي الراعية قبل أشهر قليلة فقط لهذا الاتفاق، كيف تنقلب على نفسها الآن؟ نعم، ربما أرادت بمواجهة من هذا النوع، يعني أعطت ضوء أخضر للحكومة، الحكومة تذهب إلى مواجهة عسكرية، ثم ربما يسمح للطرف الانتقالي بالحصول على أسلحة أو تقدم له في نهاية المطاف أي شكل من أشكال الدعم، ثم يصل الطرفان إلى مرحلة لا حسم، وبالتالي هنا تتدخل السعودية من جديد وتفرض ترتيبة أخرى خارج حسابات الاتفاق الرياض. هذا الأمر رأيناه يتكرر في أكثر من مكان، رأينا تطورات خطيرة على الساحة اليمنية تحدث، انسحابات يعني غير متوقعة من تمركزات مهمة في جبهات مثل نهم والجوف في شمال البلاد، ورأينا السعودية ترقب خروج معسكر بكامله في سقطرة من أيدي السلطة الشرعية إلى أيدي المتمردين بسلاحه وأفراده هكذا وهي تتفرج فهذا الأمر الذي يدفع بالمرء إلى أن يضع هذه السيناريوهات كلها أمام وهو يرقب المشهد اليمني ليرى أن السعودية قد تتواجه مع الإمارات، قد تتباين مع الإمارات في مواقف، لكن ربما أيضا تتماهى معها في مواقف وترتيبات معينة. سؤالا في هذا الإطار ولكن بشكل أوضح، ما هو الهدف الأعم والأساسي الذي يجمع السعودية والإمارات في اليمن؟ أو بطريقة أخرى، هل ما يجمعهما كهدف في الإمارات أكثر مما يفرقهما في اليمن؟ في بداية التدخل العسكري كان الذي يجمعهما هو الرغبة المشتركة والملحة في القضاء على ثورة 11 من فبراير وإعادة يعني تنصيب النظام القديم، لكن يبدو أن اهتراء المشهد اليمني أمام قوة تدخل التحالف منذ اللحظات الأولى جعل الطرفين يفكران في مكاسب أخرى، منها تدمير الدولة اليمنية نفسها وتفكيكها والحصول على مكاسب جيوسياسية، منها مثلا أن تضع الإمارات يدها على أرخبيل سقطرة، وهذا الأمر ناقشته بصوت مرتفع مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، أيضا أن تضع السعودية يدها على محافظة المهرة وهو هدف قديم بالنسبة للسعودية للوصول إلى بحر العرب، وهذين الأمرين طبعا لن يتحقق مع وجود دولة متماسكة حتى ولو كانت ضعيفة، لهذا ربما تكون من الأهداف المشتركة أيضا بعد التدخل العسكري لإجهاض ثورة فبراير هو تفكيك الدولة اليمنية وإضعافها وصولا للأهداف الاستراتيجية. لكن أنا في تصوري أن التطورات والأحداث الدولية والإقليمية جعلت الدولتين أضعف من أن يذهبان في هذا الاتجاه خصوصا في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي، المتحدث باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون اليمني في اسطنبول. الآن بالعودة إلى الملف العراقي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، وفقا لبيان صدر عن الحكومة العراقية اليوم. والآن ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد علاء الخطيب الباحث السياسي العراقي. سيد علاء مساء الخير. واضح حتى اللحظة على الأقل في الأيام القليلة التي استلم فيها السيد الكاظمي رئاسة الوزراء أنه ملتزم بتعهداته خصوصا في مسألة حماية المتظاهرين المدنيين. هل نحن الآن بصدد موقف رسمي حكومي عراقي بعدم التدخل إيجابي، بعدم التدخل ضد التحركات الشعبية في الشارع، أم أنها يعني مرحلة أيام قليلة ثم تنقلب الآية؟ في البدء سيدي تحية لك ولجمهور قناة العربية. بالتأكيد يا سيدي، السيد الكاظمي لديه أولويات، هذه الأولويات حقيقة سطرها في المنهاج السياسي أو المنهاج الحكومي الذي قدمه لمجلس النواب، وكانت أولى الأولويات هي يعني محاسبة المعتدين على المتظاهرين وقتلة المتظاهرين والانتخابات المبكرة
ورأينا حقيقة خطوات جادة من السيد الكاظمي في هذا الاتجاه، كانت يعني أولى هذه الخطوات أنه لديه الآن فريق تقريبا منسجم، هو الذي عين هذا الفريق من خلال تعيين الفريق الساعدي في جهاز مكافحة الإرهاب على رأس هذا الجهاز، وكذلك اليوم حقيقة أصدر قرار بتعيين السيد عدنان الزرفي رئيس المخابرات العراقية، وهذا يعني أن هناك فريقا منسجما مع السيد الكاظمي وضمن رغباته هو الذي سوف يقود المرحلة القادمة. بالتأكيد التعهدات التي قطعها على نفسه السيد الكاظمي لحد هذه اللحظة هناك ارتياح شعبي كبير من خلال الخطوات التي يقوم بها السيد الكاظمي، هذه خطوة مهمة جدا بأنه يكون جادا وإيجابيا في التعامل مع المتظاهرين، ويجب أنه يكون جاد في تحقيق مطالب الشارع العراقي. طيب. الشارع العراقي يتمنى وحقيقة يعني ينتظر خطوات عملية وملموسة من رئيس الوزراء العراقي الجديد، بأن تكون هناك محاسبة لقتلة المتظاهرين، بأن هناك انتخابات مبكرة، بأن هناك حقيقة فتح. جيد. لدي سؤال هنا قبل أن أطرح السؤال، أنوه فقط المشاهدين أن حضرتك موجود معنا من لندن وليس من بغداد كما قلت قبل قليل للتصحيح فقط. الآن التحرك الذي قام به رئيس الوزراء العراقي الكاظمي كان ضد يعني لنقل مجموعة أو منظمة قد تكون يعني هامشية شيئا ما، ثأر الله. السؤال المطروح الآن هو هل يستطيع أن يتحرك بنفس الطريقة بنفس القوة بنفس العنفوان مع منظمات وأحزاب أكبر ولديها شعبية أكبر بكثير من ثأر الله، وهنا سيكون المحك؟ بالتأكيد يعني إذا كان القانون هو السيد فيجب أن يتحرك السيد الكاظمي بهذا الاتجاه مع الجميع، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع في يعني التصدي لأي مجموعة خارجة عن القانون، سواء كانت هذه المجموعة مسلحة أو غير مسلحة. وبالتالي يعني يجب على السيد الكاظمي أن يقوم بخطوات، أنا قلت عملية، هذا هو يطمن الشارع. يعني ما حدث في البصر الذي أشرت إليه حقيقة مجموعة ثار الله، يجب أن لا تكون هناك دول في مجموعة دول في دولة واحدة، هناك دولة واحدة وهناك قانون واحد، هناك حقيقة حكومة واحدة، هذه الحكومة هي التي تسير أعمال البلاد وليس المنظمات والميليشيات والمجاميع المسلحة. هذا انفلات كبير جدا لا يمكن حقيقة ولا يسمح في أي حال من الأحوال لأي دولة محترمة في العالم، وخصوصا العراق يمر بظرف استثنائي، لا يمكن ولا يسمح لأي دولة محترمة أن تكون هناك مجموعة دول ومجموعة يعني مراكز للقوى في دولة واحدة. بالتالي التصدي كان شيء جيد جدا، وأعتقد أنه التصدي لهذه المجاميع هي مسؤولية أخلاقية ووطنية، ويجب أن تكون هناك سيادة للقانون حتى يمكن جيد. أن تستعيد سيادة للقانون. الدولة سيد علاء، حتى الآن نتحدث عن السلطات التنفيذية المتمثلة في رئاسة الوزراء والحكومة، والمسألة ليست مقتصرة عليها فقط، السلطة التشريعية القضاء، وهناك علامات استفهام كبيرة حول القضاء واستقلاليته في العراق. هل نتوقع فعليا أنه تفتح محاكمات ويعرض المجرمون الذين قاموا بعملية قتل وتنكيل بالمتظاهرين على قضاء عادل ومستقل ويأخذوا عقابهم الصارم؟ يعني ما يميز سيدي، ما يميز حكومة السيد الكاظمي عن بقية الحكومات التي خلت في العراق، أن السيد الكاظمي يعني السلطة التنفيذية متوائمة ومتماهية مع السلطة التشريعية، وهناك دعم كبير حقيقة من السيد الحلبوسي لحكومة السيد الكاظمي، وكذلك أيضا هناك يعني رئاسة الجمهورية أيضا تدعم الاتجاه الذي يسير فيه السيد الكاظمي. هذا الانسجام الحكومي مع بعض، وهذا حقيقة الإصرار على أن يكون القانون هو السيد، هو الذي سيتحكم بالعملية السياسية برمتها. أما ما يخص القضاء يا سيدي، يعني قبل أيام كان هناك عملية ابتزاز كبيرة لبعض الخارجين عن القانون وبعض يعني ما يسمون بالنواب ومن الفاسدين، كان هناك ابتزاز للقانون، ولكن وقفت حقيقة الجهات التشريعية وخصوصا يعني السيد الحلبوسي وقف وبقية الجهات وقفت بوجه هؤلاء الفاسدين وتصدوا لهم، وبالتالي لم يتمكنوا هذا من ابتزاز القضاء. القضاء حقيقة قوته تأتي من قوة الحكومة وتأتي من انسجام الفريق الحكومي، إذا كان الانسجام
عاليا بين الرئاسات الثلاث سيكون القضاء قويا ولا يمكن لأحد أن يبتز القضاء. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة. هذه المرحلة كما أشرت إليها هناك اتصالات حقيقة من الدول الإقليمية وكذلك من الولايات المتحدة. كان هناك اتصال اليوم من السيد روحاني رئيس الجمهورية في إيران إلى السيد الكاظمي وأشاد حقيقة بدور الكاظمي وأشاد أيضا بالعلاقات الثنائية. كما أن السيد ترامب أيضا أشاد بدور العراق المركزي في الاستقرار الأمني الدولي والإقليمي وقال يجب أن تكون هناك يعني دورا مركزيا للعراق. هذه الرسائل وهذه المؤشرات هي مؤشرات جيدة ومهمة في الحقيقة للعراق في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك علاء الخطيب الباحث السياسي العراقي من لندن. الآن نتوجه مباشرة إلى مايا وآخر الأخبار المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي وأتوقع ستبقين في العراق أيضا. نعم في الملف العراقي. شكرا بدر. أهلا بكم. لم يمضي أسبوع من عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى القاضمي حتى سقط أول متظاهر في محافظة البصرة. أزهر الشمري توفي متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من حماية حركة ثأر الله، فأشعلت وفاته شرارة المظاهرات في البصرة وبغداد والمحافظات الجنوبية. ومن ساحات الاعتصام أصدر المتظاهرون بيانا طلبوا فيه الحكومة بالقصاص العادل من قتلة مئات المتظاهرين وباعتبارهم شهداء أسوة بقتل القوات الأمنية والحشد الشعبي، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة بشكل قطعي. وتحت وطأة الضغط الشعبي ولأول مرة منذ أشهر طويلة ألقت القوات الأمنية القبض على مطلقي النار باتجاه المتظاهرين. وقال القاضمي في تغريدة: وجهت بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة، ونفذت القوات الأمنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية، شكرا للقضاء العادل والأجهزة الأمنية البطلة. ورغم الترحيب بالاعتقالات إلا أن الخطوة لم تكن كافية لاحتواء غليان الشارع. هيفاء المهداوي ردت على إعلان القاضمي وغردت: خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح، لكن حضرتك لديك كافة المعلومات بحكم منصبك السابق لكشف قتلة وقناصي وخاطفي المتظاهرين، وعليك إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم بأسرع وقت ومحاسبة كل الميليشيات المتحكمة بالدولة العراقية. وهناك من يرى أن على المحتجين إمهال الحكومة فرصة قبل التصعيد، ومن بين هؤلاء منار القريشي الذي قال: أرى أن على الحراك الشعبي والمتظاهرين الأعزاء أن يلزموا أماكنهم فدماؤهم غالية، وكذلك أعطوا الوقت لحكومة القاضمي ولنرى الأمور بعد شهر أو شهرين. تجدد المظاهرات أثار سجالا بين الأحزاب السياسية، واتهم تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر جهات مناوئة للقاضمي بتأجيج التظاهرات في محاولة لإفشال الحكومة. وفي تغريدة نقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر مديحا للقاضمي، وقال فيها: إن الصدر يمهل رئيس الوزراء المدني 100 يوم، وأنه رغم جدية القاضمي في عمله فإن الصدر يرجو منه قوة القلب حبا بالوطن. وردا على هذه التغريدة كتب محمود النجار: تلعبون على الحبلين، حبل التظاهرات واستغلال عاطفة الشعب باسم الدين من جهة، وحبل الحكومة والمناصب باسم الوطنية من جهة أخرى، والشعب اليوم أدرك مواقفكم المتناقضة ويدرك حيلكم. وطالب المحتجون بعدم الزج بالحراك في الصراعات السياسية. ويقول علي فاضل: علينا أن ننظر بتروي لما يجري في ساحة التحرير وعدم إطلاق التهم على المتظاهرين. أنا أرى أن الذي يجري ليس تصعيدا وإنما رسالة للحكومة والأحزاب بشكل عام وإلى القاضمي بشكل خاص، وهي أن المتظاهرين موجودون. هذا أول اختبار للقاضمي، فكيف سيتعامل مع هذه الرسالة؟ بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة. عودة إليك بدر. شكرا مايا. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كوبر شمال غربي رام الله خلال قيام جرافات الاحتلال بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزودة بعشرات الآليات قرية كوبر، وفرضت القوى الأمنية طوقا حول منزل البرغوثي الذي تتهمه بالعضوية في الخلية التي نفذت عملية عين بوبين العام الماضي وأدت إلى مقتل مستوطنة.
علمت طلابها كتابة القصص الصحفية، وصارت اليوم هي القصة. وداد البرغوثي مدرسة الإعلام في جامعة بيرزيت ووالدة الأسير قسام. تزرع هذه الألواح من شجرة الصبار التي دمرتها جرافات الاحتلال أثناء هدم منزلها. الصبر رسالة، هذه الرسالة كانت رسالة قسام من منذ الطفولة، فزرع هذه النبتة وكبرت تحت عيني ونمت وأثمرت، وأكلنا من ثمرها الكثير. اقتلعها جيش الاحتلال لأنه لا يطيق صبرا على الوجود الفلسطيني. البيوت هي عنوان رواية جديدة كانت الدكتورة قد انتهت من كتابتها حديثا، تحكي بها قصة المنازل التي تنقرت بينها، ومن ضمنها هذا المنزل المهدوم. ولأصحاب البيوت المهدومة أيضا رسائل إلى العالم من بين هذا الركام. كل طوبة من الطوب المهدوم، كل شجرة، كل ورقة شجر سقطت على الأرض بالجرافة الاحتلالية هي لعنة في جبين كل مطبع، لأنه المطبع بده يحاول يعطي مسحة إنسانية لاحتلال هذه أفعاله. اعتقل قسام البرغوثي مع عدة أشخاص تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية عين بوبين غرب رام الله في شهر آب أغسطس من العام الماضي، أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين. وكان الاحتلال قد هدم في آذار مارس الماضي أيضا منزل كل من وليد حناتشة ويزن مغامس، حيث تتهمهما سلطات الاحتلال بتنفيذ هذه العملية مع قسام. هي سياسة تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إحكام السيطرة والتضييق على الفلسطينيين، وتندرج ضمن العقوبات الجماعية بحسب المؤسسات الحقوقية. لكن عائلة قسام تؤكد أن عزيمتها لن تهدم وإن هدم هذا المنزل. أحمد جردات، العربي، من قرية كوبر شمال غرب رام الله. قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف أن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة. كلام الوزير البريطاني جاء أمام جلسة للبرلمان غداة كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي عبر فيه عن موقف بلاده القاضي بترك تقدير ضم أجزاء من الضفة الغربية للحكومة الإسرائيلية. قالت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض قررت رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، وذلك ابتداء من أول يوليو المقبل. وأعلنت المملكة أن بدل غلاء المعيشة المقدم للمواطنين سيتوقف مع حلول شهر يونيو، كما ألغت وأجلت بعض بنود النفقات التشغيلية والمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفضت اعتمادات عدد من برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020. الساعة الأخيرة متواصلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا كثالث دولة في العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا. أهلا بكم من جديد. تذكير بالعناوين: الحكومة اليمنية تشن هجوما على محافظة أبيان، هادي يأمر قواته بالجهوزية القصوى، والمجلس الانتقالي يعزز قواته في زنجبار. السلطات تلاحق المتورطين باستهداف متظاهري البصرة، الأمن يعتقل 4 من منظمة ثأر الله، والمتظاهرون يؤكدون مواصلة حراكهم. الآن إلى جمال والفقرة المغاربية. جمال، شكرا لك بدر. أهلا بكم إلى الفقرة المغاربية، ونستهلها من تونس، حيث أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في 2 مارس/آذار الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات مستقر عند 1032 حالة، تعافى منها حوالي 750 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 45 حالة.
من جانبه قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي أنه يجب على التونسيين ألا يغتروا بصفر إصابة كما قال، وأنه من المتوقع تسجيل إصابات جديدة في الأيام القادمة. وشدد الوزير على ضرورة مواصلة احترام التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية الصحية لضمان عدم ظهور موجة ثانية من الفيروس. إن شاء الله مسيطرين مؤقتا، لكن لازم تكون سيطرة دائما. ذاك لازم نكملوا في المخطط نتاعنا نتاع الحجر الموجه، ثم المرحلة الثانية فالثالثة من الحجر الموجه. ناخذ هذا بعين الاعتبار النتائج، ولكن ما لازمناش نغتروا، فهمتني؟ ما زالت حالات وبائية إيجابية في تونس، معناها نسبة الشفاء ماهيش 100%، فلا بد أن نبقاو محتاطين، والنتيجة الإيجابية لازم تقوي عزيمتنا في التوقي، مش تخلينا ننحل يعني في الالتزام. للمزيد ينضم إلينا من تونس صلاح الدين الجورشي الباحث السياسي، مرحبا بك معنا أستاذ صلاح الدين. يعني هذا خبر مفرح حقيقة، صفر إصابة في تونس، نأمل أن تتوقف أو يتوقف انتشار الفيروس في تونس وفي العالم أيضا، ولكن هنا نسأل هل تجاوزت تونس فعلا مرحلة الخطر اليوم؟ يعني يمكن القول بأن تونس تعيش حالة من الاستقرار، وهناك نسبة تفاؤل في حالة ازدياد وتصاعد، لكنه تفاؤل حذر كما سمعنا الآن رئيس وزير الصحة ينبه ويحذر من إمكانية الانتكاسة في حالة إذا لم ينضبط التونسيون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للحجر الصحي. اليوم عاد التونسيون بنوع من الكثافة، نعم، عندما فتحت المحلات التجارية. بالفعل أستاذ صلاح الدين، يعني عندما سلبي. بالفعل عندما يحذر وزير الصحة من موجة ثانية ومن انتكاسة كما وصفها، وشاهدنا اليوم فيديوهات ربما تبعتها أنت أيضا أمام محلات الملابس، يعني طوابير طويلة دون احترام لمسافة التباعد الاجتماعي، دون ارتداء كمامات، يعني وكأن لا يوجد أي خطر للفيروس. هنا نتساءل ما جدوى إعادة فتح بعض القطاعات مثل محلات الملابس أو محلات الحلاقة وغيرها، لماذا الآن؟ الحقيقة الحكومة ووزارة الصحة تحديدا قد أقدمت على مغامرة لا نعرف مدى قدرتها على أن تصمد في حالة هذا، في حالة الظهور بشكل مكثف للتونسيين وقد تعبوا من الحجر الذي فرض عليهم، وبالتالي خرجوا واندفعوا نحو المحلات ونحو الأسواق بشكل موسع. لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي تداعيات ذلك في المرحلة القادمة. يبدو بأن الحكومة الآن ربما قد تلجأ في لحظة من اللحظات إلى مراجعة قراراتها والتوقف، وبالتالي إعادة الحظر معناها الحجر الصحي على عدد كبير من التونسيين. علينا أن ننتظر لكي نعرف النتائج، ولذلك الحكومة تتقدم، ولكنها تتقدم في إجراءات وهي منتبهة وحذرة ومتخوفة من حصول انتكاسة لا قدر الله. طيب، متخوفة وحذرة، ولكن في نفس الوقت هي مغامرة كما تقول. هل تونس الآن بعد كل هذه الفترة التي مرت في التعامل مع الفيروس، هل هي جاهزة لا قدر الله في حال عودة انتشار الفيروس بشكل كبير من جديد؟ أتحدث هنا عن البنية التحتية صحيا وطبيا وغيره، هل هي جاهزة اليوم لذلك؟ يعني مقارنة بالبداية، بداية انتشار الفيروس، يمكن القول بأن تونس الآن في وضع أفضل. يعني عدد الأسرة الآن يتجاوز حوالي 350، المستشفيات أصبحت هناك فيها أقسام خاصة لمقاومة فيروس كورونا، الإطار الطبي معناها استنفر كل طاقاته، ولذلك هناك استعدادات على المستوى البنية التحتية وعلى المستوى أيضا الإطار البشري. لكن بطبيعة الحال هناك سؤال حقيقة يطرح في تونس الآن، لأنه رغم حصول بعض التجاوزات هنا وهناك، هناك من يتساءل، وحتى من الأطباء وحتى من المسؤولين في القطاع الصحي، لماذا لم يحصل الانتشار السريع والمخيف كما توقع بعض الأطباء وبعض الباحثين في مجال الصحي. وهنا بحث يتواصل لمعرفة
بالإضافة إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة، ما هي الاستعدادات الفطرية أو الاستعدادات البدنية عند التونسيين؟ ربما نظام التغذية، هناك من يسأل أو يتحدث عن ظروف التضامن الحاصل بين التونسيين منذ التاريخ، هناك من ولكن هل هذا كافي لكي يفسر عدم انتشار نعم درجات الحرارة أيضا ربما ساهمت في التوقف نعم وإن كان الفيروس بإيجاز نعم صلاح. نعم وإن كان البعض يعني يعتبر من الناحية العلمية غير هناك من يعتبر أنه من الناحية العلمية غير صحيح، لكن نعم. الوضعية الحالية في تونس مريحة مستقرة، ولكن علينا على التونسيين أن يستعدوا وأن ينتبهوا وأن ينضبطوا للتعليمات حتى لا تفاجئهم. هي بلا شك مجرد تكهنات ربما فيما يتعلق بدرجات الحرارة وغيرها من العوامل الأخرى التي ساهمت، ولكن من المؤكد أستاذ صلاح الدين أن إجراءات التباعد الاجتماعي كان لها دور كبير في وقف انتشار الفيروس. صلاح الدين الجورشي الكاتب الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. إلى الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا انخفض مقارنة مع عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الأولى للوباء. وأشار وزير الصحة الجزائرية عبد الرحمن بن بوزيد إلى أن زيادة عدد مراكز الكشف واتساع رقعة الفحوص سيكشف عن المزيد من الإصابات، الأمر الذي قد يرفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد. وسجلت الجزائر أكثر من 5700 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات نحو 500 حالة. في المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 205 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا. هذا وقد تم تسجيل نحو 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة. وبحسب وزارة الصحة فلم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة. ختام الفقرة المغربية، وعود الآن إلى بدر الدين. شكرا جزيلا جماعة. تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا 1.5 مليون شخص في العالم، من بين أكثر من 4 ملايين مصابا. هذا وتجاوز عدد الإصابات في روسيا مثليه في إيطاليا وبريطانيا، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعدما سجلت زيادة يومية قياسية في عدد المصابين خلال الأسبوع الأخير. في الوقت الذي يرتفع فيه عدد المتعافين من فيروس كورونا عبر العالم متجاوزا 1.5 مليون شخص، يستمر عدد الإصابات بالتزايد مسجلا أرقاما جديدة، يرتفع في دول وينخفض في دول أخرى. يتغير ترتيب دول كانت في ذيل قائمة الإصابة بفيروس كورونا، فروسيا التي أخذت تقفز إلى مراتب متقدمة تسجل أرقاما قياسية بعدما زادت السلطات الطبية من عدد الفحوصات لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص. وخرج الرئيس فلاديمير بوتين معلنا إنهاء عطلة العمل في روسيا في موقف يتناقض مع تطور انتشار الوباء في بلاده. ابتداء من الغد 12 مايو ستنتهي فترة التوقف عن العمل في جميع أنحاء البلاد ولكل قطاعات الاقتصاد، لكن الحرب ضد الوباء لم تنتهي بعد ولا يزال خطرها قائمة. في بريطانيا، ومع الكشف عن نظام الإنذار لتصنيف مستوى التهديد بكورونا، تم الإبقاء على نظام الحجر الصحي حتى نهاية يونيو حزيران، وعاد معدل الوفيات اليومية إلى الانخفاض، لكن رئيس الحكومة حذر في نفس الوقت من أن القيود المفروضة ستظل قائمة، معترفا بأن التوصل إلى اللقاح ما يزال أمامه وقت طويل. مناطق عدة في المملكة المتحدة ستبقى في حالة إغلاق كاملة، وأي تعديلات على هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، وأنا كرئيس وزراء المملكة مطالب بأن أواجه التحديات والتهديدات. بينما يتحضر العالم لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، تنبه منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إبقاء إجراءات الحظر لأكثر من نصف سكان الأرض، وما رفع القيود في بعض الدول سوى مرحلة مؤقتة إلى حين اكتمال اليقين بانحسار الوباء. الآن عودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومرة أخرى مع مايا. شكرا لك بدر.
أهلا بكم من جديد. قبل نحو 4 أشهر فقط أسقط الحرس الثوري الإيراني بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية فقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصا. وها هو السيناريو يتكرر إلى حد كبير، إذ قصفت مدمرة تابعة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية خلال مناورة بحرية في خليج عمان. القصف الصاروخي أدى لغرق السفينة ومقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين. القوات الإيرانية المسلحة أوضحت في بيان أن سفينة الإمداد الحربية كوناراك تعرضت لنيران صديقة انطلقت من الفرقاط الإيرانية أثناء اختبارها صاروخا جديدا مضادا للسفن، وأضافت أنه تم سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء تحقيقات تقنية. قائد الجيش الإيراني ووزير الخارجية قدما في بيانين منفصلين تعازي لعائلات البحارة، ودعت السلطات إلى تجنب التكهنات وانتظار نتيجة التحقيقات. هذه الحادثة أثارت تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل. تقول الصحفية فيرناس الفسيهي: مأساة بعد مأساة أن تطلق البحرية الإيرانية صاروخا على سفينة تابعة لها وتوقع 20 قتيلا. في غضون 5 أشهر أطلق الحرس الثوري الإيراني والجيش صواريخ على أهداف غير مقصودة، ما أسفر عن مقتل إيرانيين، أمر يثير تساؤلات حول أهلية الإدارة والقيادة في القوات المسلحة. وعبر كثيرون عن خوفهم من تكرار الأخطاء والحوادث في إيران. يقول عدنان عامر: في يناير أسقطت إيران بالخطأ الطائرة الأوكرانية، والآن أصابت نيران صديقة أحدى سفنها البحرية. إنه لأمر مخيف أن نتخيل ما سيحدث إذا طورت إيران أسلحة نووية يوما ما. وغرد ديف ويلر: في البدء طائرة الركاب الأوكرانية والآن سفينة حربية، لو كنت مكانهم لتجنبت الخوض في الأمور النووية. وعن تداعيات الحادث على الوجود الأمريكي في المنطقة كتب الأكاديمي الإيراني مسعود خود باندا: هذا الحادث سبب آخر لوجوب انسحاب الجيش الأمريكي من مياه الخليج في أسرع وقت ممكن. من المحتمل أن تقع أخطاء أخرى خاصة في حالات التوتر والاستفزاز. الحادث أثار اهتمام الأمريكيين أيضا. أندي جينوفا غرد: إيران سيئة حقا في التصويب، كان الاعتقاد أن حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية سيغير الأمور. أما سكوت كلير فذكر الأمريكيين بعدد الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات المتعاقبة بحق أهداف مدنية وكتب: قصفنا كل شيء، مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان إلى حفلات الزفاف في اليمن، وأطلقنا النار على طائرة ركاب إيرانية في السماء. وفي موضوعنا الأخير لليوم: سجال وفوضى عارمة على متن رحلة قادمة من لندن إلى بيروت، والسبب عدم الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي. الركاب كانوا على متن رحلة طيران الشرق الأوسط شركة الطيران الوطنية اللبنانية، وقالوا إن الشركة أعلنت أن سعر التذكرة مرتفع لأن الطائرة سيكون بها مقاعد خالية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. لكن هكذا كان المشهد. نعم دقيت 1000 مرة أنا ولليوم الصبح ودليتني عيد ودليتني عيد ودليتني عيد. أوين زعيشكو؟ أو اللي ما اللي ما ما أوكي اللي بالهب يرجع. إيه لرسول مصالح. عصام زيتون غرد: من المعيب ما يحصل، إن هذا الطيران ملك للبنانيين ولم يكن ليتحمل الأزمات الاقتصادية السابقة إن لم تكن الجالية اللبنانية داعمته الأولى. وهنري غرد: جهود الإعادة إلى الوطن هي بالتأكيد عملاقة، ولبنان يبذل قصارى جهده بأي حال من الأحوال. سؤالي إلى طيران الشرق الأوسط هو: لماذا تكذب على الناس؟ وعدت بالحفاظ على المسافة الاجتماعية ولم تقدم شيئاً فقط من أجل زيادة الأرباح. الموقف الذي واجهه الركاب على الرحلة العائدة من لندن أتى بعد انتشار فيديو يوثق ما وصفه المغردون بالوجه الآخر من معاناة العائدين إلى لبنان. مشادة كلامية بين رجال الأمن العام اللبناني وعائدين قالوا إنه طلب منهم دفع تكلفة الحجر الصحي. حبيبي مصاريف ما معنا، إذا ما بدكن هنا خلينا نروح بيوتنا، مصاريف ما حندفع،
الكل ما حيدفع مصاري. فمن الاخر يعني عم بعطيكم اياه من الاخر. خلينا نروح على بيتنا. الناشطون قالوا أيضا أن عملية إجلاء المواطنين لم تكن عادلة وتدخلت بها الواسطة. غوا دندش كتبت: أنا مثلا اتصلوا فيه من 26 الشهر من السفارة بلندن وعلى أساس اسمي على الويتينج ليست، أنه إذا ما نزلت بطيارة 30 الشهر أكيد بيجي اسمي على طيارة 3 أو 7 الشهر. طبعا إجوا الطيارات وراحوا ولا حدا دق ولا حدا قال لي إجا اسمي، شو صار باسمي؟ تسأل غوا. بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة، عودة إليك بدر. شكرا جزيلا ماي. يتخوف الأطباء اليمنيون من الإصابة بفيروس كورونا من خلال المرضى، مخاوف يرجعها هؤلاء إلى انعدام أجهزة الفحص في معظم مشافي البلاد، بالإضافة إلى افتقارها إلى أبسط المستلزمات الصحية لمواجهة الجائحة كالكمامات والقفازات والألبسة الوقائية. والتفاصيل في التقرير التالي. لا إجراءات وقائية ضد وباء كورونا في أغلبية المشافي اليمنية، أدوات بسيطة وبدائية تواجه بها الأطقم الطبية الجائحة. الطبيب محمد القدسي يمارس عمله الاعتيادي في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء، يستقبل عشرة المرضى يوميا في معركة غير متكافئة مع الوباء الخفي. علينا مواجهة التحدي حتى في وجود كورونا. عملنا الاحتياطات الشخصية الممكنة التي تقينا من الإصابة بأي عدوى بالكورونا، طبعا لبس القناعات والكمامات والبالطو والمعقمات الموجودة في كل الغرف. أكثر من 50,000 عامل في القطاع الصحي في اليمن لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 سنوات، لكنهم مستمرون في العمل لإنقاذ آلاف الأرواح في ظل منظومة صحية منهكة ومدمرة بنسبة 60% بسبب الحرب. منظمة الصحة العالمية يعني هي الجهة الوحيدة التي تقوم الآن بالإدخال عن طريق الطيران الإغاثة، لم توفر شيء من هذه الكمامات والقلفزات والقاون والأشياء المهمة في حماية الكادر من الفيروس. أعداد الإصابات والوفيات بوباء كورونا في اليمن تزداد ارتفاعا يوما بعد آخر، ما دفع حكومة هادي إلى إعلان عدن مدينة موبوءة بعد أن نالت النصيب الأكبر من حالات الإصابة بالوباء، بينما تضيق المشافي في البلاد بالآلاف من المصابين بأمراض مختلفة. يدخل الأطباء والكادر الصحي معركتهم مع كورونا في اليمن بلا أسلحة كافية، مدركين أنهم جدار الصد الأول في هذا الامتحان العسير. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. وكالعادة ننهي بكاريكاتير اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم.